من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لاذب، ثم جعله نطفة من بين الصلب والترائب، أحمده حمد الطامع في المزيد والطالب، أن يحفظ بلادنا من المكايد والمطامع، وأن يبارك هذه القناة وكل مشاهد وسامع. أرأيت الأرزاق كيف وزعت، وهل في الطيور كاتب أو حاسب؟ أرأيت الأنعام كيف ذللت وأتت بألبانها لكل حالب؟ أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه وخرج في الوقت المناسب؟ يا رب صل على الحبيب المصطفى صاحب المواهب، علمنا أن حب الأوطان فرض واجب. أهلا ومرحبا بكم مع أنت تقدر، مع الإبداعات والنجاحات في كل المجالات. واليوم في يوم العيد، يوم التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اليوم معانا عصافير الجنة، مع الإبداعات، مع المواهب، مع الأطفال الصغار الذين يتعلم منهم الكبار. معنا مواهب اليوم متعددة في هذه الحلقة، نتمنى من حضراتكم المتابعة والمشاهدة باستمرار حتى نتعلم ونشاهد هذه النماذج الجميلة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن الأعمال إلى الله هذه الأطفال البراعم الصغار، الفطرة النقية السليمة التي نريد ونتمنى أن تكون نماذج إيجابية، نماذج إبداع، يكون منهم المدرس والمعلم والمهندس المبدع الذي يكون نموذج حسن وقدوة حسنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معنا اليوم هنبدأ بالطفل، هيعرفنا بنفسه وهيبدأ بآيات. نستفتح هذه الحلقات بآيات من كتاب الله الحكيم يتلو علينا. تعرفنا بنفسك، اتفضل كده الأول، عرفنا بنفسك، اسمك إيه؟ اسمع عمار شعبان محمد محمود. عمار شعبان محمد، انت بتروح الحضانة يا عمار؟ طيب بتحفظ ايه في الحضانة؟ بتاخد احاديث وقرآن؟ طيب تقرا لنا سورة ايه؟ لو قلنا لك مثلا قرا لنا سورة الفجر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي أمطر، كيف فعل ربك بعد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثر في الفساد، وصب عليهم ربك صوت عذاب، إن ربك لفي المرصاد، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أكرم ونعمه فيقول ربي أكرم. ممتاز يا عمار، جميل. طيب في سورة اسمها سورة القدر، نزلت في شهر إيه؟ رمضان. تعرف تقراه؟ قول لنا كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلي صوتنا يا عمار شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملك والروح فيها بإذن ربهم من كلهم سلام هي حتى مطلع الفجر. برافو عليك يا عمار، ممتاز. زي ما حضراتكم شايفين عمار يعني يقرأ من القرآن الكريم، وهنكمل معاه برضو أسئلة دلوقتي في الأحاديث النبوية بعد ما نشوف روز كريم هتعرفنا بنفسها وتقدم نفسها للسادة المشاهدين. بصوت عالي يا روز كده نقدم نفسنا ونعرف المشاهدين إن إحنا إيه نقدر، يعني عندنا قدرات وعندنا إيه إبداعات. يلا نقدم نفسنا كده بصوت عالي. البداية يا حابة أعرفكم بنفسي، أنا اسمي روز كريم فوق، بحب بابايا، هو أعز واحد عندي طبعا، هو وماما حبيبتي، وبابي شغل محامي، وأنا بحب وصيتي في البيت طبعا، وإخواتي، وأنا بحب وصيتي في الحضانة كلهم، لأن هما بيحبونا وبيعلمونا وإزاي نكون عندنا شخصية قوية، وإزاي نتنافس مع بعض زي ما نكون دكتور، ضابط، معلم، محامي. هم بيحبوا تراب بلدهم، فيهم هيكونوا منازل جميلة في
كل المجالات، وبالتأكيد اللي في الفصل وبنتعاون مع بعض وبنحب بعض. وأنا سعدت أكتر يا بابا أنت وماما لما تتفرجوا عليا وتشوفوني حاجة جميلة، وأنا بحب أوريكم بعض الحاجات اللي أنا اتعلمتها في الحضانة. روز هتورينا دلوقتي بعض الحاجات اللي اتعلمتها في الحضانة. اتعلمت حاجات كتيرة في الحضانة. بتحب أصحابك كويس جدا؟ أنت بتقولي بتحب مين؟ بتحب بابايا؟ وماما. بتحب أصحابي؟ بتحب أصدقائك في الحضانة؟ تمام. طيب نشوف عمار وبعد كده نستكمل مع روز الفقرة الأولانية في حلقتنا اليوم. عمار بتاخدوا أحاديث في الحضانة؟ تمام. خدتوا أحاديث عن الاستئذان؟ طب الاستئذان كم مرة؟ ثلاثة. طب قول لنا الحديث كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس صوت عالي بقى عشان الناس تتابع وتشوف. الاستئذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث وإلا فرجع. يعني الاستئذان كم مرة؟ ثلاث. عمار كده تعلم الاستئذان ثلاث مرات وإلا إيه؟ فرجع. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خدتوا معنى الإحسان؟ طب قول لنا كده الإحسان إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان من تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه وإنه يراك. ممتاز يا عمار. تمام يا عمار. إحنا لما بناكل يا عمار بناكل بإيدينا أنه؟ اليمين. اليمين. فين اليمين؟ ارفعها كده. دي إيدك الإيه؟ اليمين. طيب الحديث بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كان فيه بيعلم الغلام بيقول له يا غلام إيه؟ بص الكاميرا وعلي صوتك. يا إيه؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بالماء يليك. ممتاز يا عمار. طبعا زي ما حضراتكم شايفين عمار يعني قرأ من كتاب الله عز وجل وقرأ أحاديث نبوية زي ما اتعلمها من معلماته في الحضانة، وده فضل كبير وده جهد كبير لمعلمات بذلت واجتهدت. ده من هنا من هذا البرنامج نتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير. طيب شوس برضو زي عمار كده وزي أصدقائها اللي معنا في الحلقة والفقرات اللي جاية إن شاء الله، يا ريت تتابعوا معنا الحلقة لأن في حاجات مشوقة جدا. روز هتقرا لنا بعض الفقرات من الكتاب، هي جايبة كتاب معاه، هنختار لها أي فقرة كده ونشوف روز هتعرف تقرأ ولا لا. طبعا روز ما دخلتش المدرسة، أنت لسه في الحضانة صح؟ هتروح السنة المدرسة السنة الجاية إن شاء الله. تمام. يعني لو جبنا لك فقرة هتعرفي تقراي روز. طيب نجيب لروز معانا كتاب أهوت وهنفتح الكتاب قدام السادة المشاهدين من أي مكان كده. طب ناخد لها نص حضانتي. تمام ماشي يا روز اتفضلي، بس صوت عالي كده عشان ايه الناس تشوف. اتفرجي بص على الكاميرا. ها بص يلا بكتاب. حضانتي ذهب احمد الى حضانته فوجد اصحابه يلعبون ويمرحون فصافحهم فوضع عقيبته ولعب معهم، وبعد ذلك تناول طعامه وشرابه ودخل فصله وقرأ دروسه وكتب واجبه. تمام يا روز. ممتازة يا روز. طيب احنا هنا في كلمة حضانته مد بالايه؟ بالالف. كلمة يمرحون بالواو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعلم الغلام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. وفي الحديث الآخر، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاصل ومستمرون وانت تقدر تنجح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. كل عام وأهلنا الطيبين في كل مكان ومتابعينا ومشجعينا
في أحسن حال يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العيد عيد خير علينا وعلى كل أهلنا وأحبابنا، وأن يرفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. أجمل الأفراح اليوم أن نسعد ونفرح بهذه النماذج الطيبة من أطفالنا، في أنت تقدر تنجح مع القدرات والإبداعات والنجاحات في شتى المجالات. معنا اليوم بعض الأطفال مستكملين هذه الحلقة بنماذج وأشياء أخرى نتعلم من هؤلاء الأطفال، ونستني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعلم الأطفال وكان يلعب مع الأطفال وكان يمشي بالأطفال في المدينة. معنا اليوم أحمد محمد، تعرفنا بنفسك، اسمك إيه؟ أحمد محمد ابن الغالي أحمد محمد عبد المجيد بسيون. أحمد هنسأله بعض الأسئلة، ويا ريت حضراتكم تتابعوا معانا على الشاشة. طبعا هو الأسئلة كتيرة جدا، لو سألناها طبعا الوقت هيطول مننا، لكن هنسأل بعض الأسئلة لأحمد ونشوف أحمد هيعرف يجاوب ولا لا. عايزينك يا بطل كده تعلي صوتك وأنت إيه وأنت بتجاوب على الأسئلة. السؤال الأول يا أحمد، أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مكة المكرمة. في مكة المكرمة، برافو عليك. أين يقع نهر النيل؟ في مصر. الحجر الأسود اللي موجود في الكعبة كان لونه إيه؟ أبيض. من هو الملقب بالصديق؟ أبو بكر رضي الله عنه. ما هي أول سورة في القرآن الكريم؟ الفاتحة. طيب هات لنا حيوان يا أحمد يبدأ بحرف الباء. بقر. من الملقب بأسد الله؟ حمزة عبد المنطلق. أول من استخدم السيف؟ إبراهيم عليه السلام. أطول سورة يا أحمد في القرآن الكريم؟ البقرة. علي صوتك يا أحمد، سورة إيه؟ البقرة. طيب عاصمة ألمانيا؟ مين؟ عاصمة اليابان؟ طوكيو. عدد الدول العربية في قارة أفريقيا؟ 9 دول. 9 دول. في سورة يا أحمد في القرآن لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، سورة إيه؟ التوبة. طب الجبل اللي كلم عليه، اسم الجبل اللي كلم عليه سيدنا الله سيدنا موسى عليه السلام؟ جبل الطور. طب عاصمة مصر؟ القاهرة. طيب يا أحمد ما هو الشيء الذي يزداد كلما ضربناه؟ الرقم. الرقم، ممتاز يا أحمد، أحسنت، ربنا يبارك فيك. زي ما حضراتكم شايفين أحمد يعني أسئلة كتيرة جدا ومعلومات عامة، أطفال يعني بتتعلم منهم المعلومات العامة وكيفية الأسئلة السؤال والجواب. الأسئلة طبعا هتكون متواجدة على الشاشة أثناء الكلام، وحضراتكم إيه هتعرفوا هو كان يعني طبعا ده سنه صغير، هتعرفوا هو كان بإيه، إيه الأسئلة وإيه الأسئلة اللي يجاوب عليها. طيب معانا موهبة أخرى من مواهب اليوم في أنت تقدر، معانا الطفل ياسين حمادة من الأطفال الجمال برضو اللي معانا اللي فرحنا بيهم اليوم يوم العيد النهاردة. كل سنة وحضراتكم طيبين. قول لنا كده ياسين كده، عرفنا بنفسك وبص سلام. الكم نتفضل ياسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحب أعرفكم من نفسي، أنا اسمي ياسين حمادة مصطفى صبر. قبل كل شيء، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كل الشكر والإحسان لمعلمتي وحضانتي الجميلة المسمنة والمصباح والمصرانية، وأغلى حاجة عندي بابا الغالي وروح ماما الغالية. ربنا يسعدكم واجعلنا قرة عيون ليكم. طبعا ده كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، أولد صالح يدعو له الجمال الحقيقي جمال القلوب، اللي فعلا أغلى حاجة عند أصدقاء. تقريبا أنا بقالي 3 سنوات في الحضانة، جيت أنا بعرفش أمسك العلم، بفضل الله والمجهود في جو مليء بالحب والتعاون اتعلمنا حاجات كتير وأنشطة كتير. باختصار الحمد لله والشكر لله. أتمنى ألا كل من تابعني فهو يدعو لي ولمن له فضل علي. شكرا ياسين. طبعا هو ياسين بيطلب من حضراتكم كلكم انتوا تدعوا له وتدعوا لمن له فضل عليه، واحنا بندعي لك ياسين ربنا يبارك فيك انت واحمد ويجعلكم يا رب قرة اعين يا رب العالمين. مستمرين مع حضراتكم في هذه الحلقه، هنسال ياسين برضه زي ما سالنا روز في الفقره الاولى من الحلقه عن القراءه وكده، هنسال ياسين في نختار له برضه فقره من الكتاب ونشوف كده ياسين هيعرف يقراها ولا لا. بس عايزين ياسين صوت عالي كده وانت بتقرا عشان الساده المشاهدين والمتابعين للبرنامج. ياسين نختار لك كده فقرة، هنجيب لك عنوان مصر وبلدي. طبعا كلنا بنحب بلدنا وبلدنا دي أغلى حاجة طبعا في قلوبنا. ياسين هيقرا لنا مصر وبلدي، بص في كتابك كده. مصر وبلدي حبيبة إلى قلبي، أعيش فوق أرضها ومن أجل وطني
حسن تاسين. جميل جدا جميل جدا. مصر وايه؟ بلدي. انت بتحب بلدك؟ تحب مصر؟ طب بتحب مين كمان ياسين؟ بحب بابا وماما. تقول لهم ايه دلوقتي؟ تقول لهم انا بحبكم وبتفرجوا عليك دلوقتي، تقول لهم ايه؟ انا بحبكم. قول لهم كده، انا بحبكم يا بابا وماما. وانت يا احمد تقول ايه لبابا وماما؟ انا بحبكم يا ماما وبابا. بتحب مين تاني يا احمد؟ ها؟ ام خليل. طيب ماشي يا احمد، كل سنه وحضراتكم طيبين، واحنا سعداء بمتابعتكم ومشاهدتكم، وان شاء الله مستمرون. فاصل ومع نماذج اخرى، تابعونا واوعوا تروحوا في اي حته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ربنا يجعل هذا العيد عيد خير علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى كل المتابعين والمشاهدين. ونتقدم بخالص الشكر لكل من يتابعنا ويدعمنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك وعلى صفحة البرنامج، وإن شاء الله البرنامج يرحب بكل الإبداعات والنجاحات في شتى المجالات. والآن زي ما حضراتكم شايفين الآن الأرقام على الشاشة، كل من يتواصل معنا على رأسنا، ونحن ندعم كل الإبداعات والطاقات وكل القدرات والنجاحات في كل المجالات في هذا البرنامج. مستمرون مع فرحة العيد اليوم بأطفالنا الصغار. سعيد يعني صغير جدا في السن، 4 سنوات 5 سنوات، ومعنا آدم. أطفالنا اليوم فرحونا وفرحوا قلوبنا، لأن احنا كده يعني بنفرح لما نشوف هذه النماذج الطيبة وهذه الفطرة الطيبة. التعليم ازاي يقرأوا، ازاي يقرأوا من المصحف، ازاي يقرأوا القرآن، ازاي يتعلموا الاحاديث النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معانا اليوم سعيد، عرفنا بنفسك بس صوت عالي كده عشان انا عارف انت صوتك ايه النهاردة، يعني عايزين صوت عالي بقى، انت طول النهار بتلعب النهاردة في العيد، بس عايزين صوت عالي يا سعيد كده عشان المتابعين وبابا وماما ومشاهديننا يتفرجوا عليك ويفرحوا بيك اليوم. اسمك ايه؟ سعيد محمد صوت. طب نهدي شوية. سعيد محمد صوت. طيب تحب تسلم على مين النهارده سعيد؟ اسلم على بابا ومام وست واخت وعمي سمير واحمد محمود وعمي سمير وعمي احسان ما شاء الله جد محمود. مين تاني سعيد؟ وعمي محمد وعمي تمام وسع وتوج ومحمود باق مين تاني سعيد؟ انت ما خليتش حد يا سعيد كده. طبعا سعيد زي ما حضرتكم شايفين يعني ايه، من كتر حبه للناس كلها واهله في بلده ما سابش ولا واحد في البلد. حد عايز تقول لحد تاني حاجه؟ سلم على مين تاني؟ عايز توجه رساله لحد نسيته؟ عمتي نعيمه والولد جمعه وعبد الله وعم كمال ما شاء الله وكمال. انت يا ابني ما خليتش حد خالص كده، ما سلمتش عليه، يعني تسلم على الناس كلها، قول سلم على البلد كلها. أنا بسلم على كل المتابعين والمشاهدين والمحبين. بتسلم على كل الناس؟ طب شاور للناس كلها كده، يلا بيديك كده سعيد وقول لهم أنا بحبكم. طيب أنا بحبكم. برافو عليك، واحنا كلنا بنحبك يا سعيد. طيب أنت اتعلمت إيه في الحضانة يا سعيد؟ أحاديث؟ خدت حديث عن القرآن الكريم؟ قول لنا كده، خيركم من؟ من تعبك القرآن وعلمه. تمام. طب ما أنت خدت، أمال بتقول ما خدتش ليه؟ طيب خدت أحاديث عن الاستئذان؟ الاستئذان وإيه؟ أنت عبد الله ده الإحسان. الاستئذان يا سعيد، الاستئذان وإيه؟ فإذا وزعك وإلا فرجع. طيب خدت أحاديث عن إماطة الأذى عن الطريق؟ لو لقينا حاجة في الطريق نرميها صح؟ ناخدها نشيلها صح ولا نسيبها في الطريق؟ ناخدها نشيلها. طيب قول لنا الحديث كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق سقك. إماطة الأذى عن الطريق إيه؟ سقك. تمام. طيب المسلم يا سعيد، خدت حديث المسلم من سلم مسلمون بلسان ويدين. برافو عليك يا سعيد. خير الجيران عند الله أنفعهم ليه؟ رجالين. برافو عليك. شو زي ما حضراتكم شايفين سعيد ما زال صغير في السن، لكنه ما شاء الله يعني يقرأ الحديث ويحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا سعيد الإحسان، خدت تعريف الإحسان؟ أن تعبد الإحسان أن تعبد الله تنتطع فلن تدن تلو فغيرك. احسنت يا سعيد، برافو عليك، كل سنه وحضرتك طيب يا سعيد وبابا وماما وكل محبينك ومتابعينك في هذه الحلقات. هنشوف مع بعض برضو النموذج الاخر، العصفور الصغير، البرعم الصغير، النموذج الجميل ادم.
عرفنا بنفسك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية الحب أعرفكم نفسي، أنا اسمي آدم أحمد سعد يونس، فهو وطن حبيبي وهو حبيبتي طبعا. انتوا تتمنوا انكم تشوفوني حاجة جميل، وأنا بقى لكم بإذن الله هحقق لكم كل حاجة جميل انتوا تتمنوها. أجمل حاجة في حياتي انكم ربطوني كويس جدا، وجمع المال لما تقول لنا يا أولاد عايزاكم طاب حلوة، انت عصبيه المستقبل، انت عتكون الاب الصادق يمين الشجاع اللي بيبني وسط القاية النجاح والقدوة الحسن، وانت عتكوني الام الحنونة المخلصة اللي دايما سنة وضهر قوي وحطي ده في الاولادة. بصراحة انا فرحان جدا اختيار ايه عشان اعلمكم بلدنا معنا بعينين، وان شاء الله هنكون عطاء ونكمل مشوار النجاح. انا فعلا تعلمت الكلام ده كله في حضانتي، غير اني بحسب كويس جدا بقرا كويس جدا. تعال معايا هوريكم بعض الحاجات. يعني انت بتعرف تحسب كويس يا ادم؟ لو سالناك مسائل كده ذهنيه كده هتعرف تحسبها؟ طب انا هفتح الكتاب وهسالك كده يا ادم، ويا ريت الساده المتابعين والمشاهدين اللي هم بيتابعونا دلوقتي يتاكدوا من ان ادم بيقول اجابات صحيحه، وانا هختار له مسائل عشوائيه كده من الكتاب واشوف ادم. انا عايز حضراتكم انتوا اللي تتابعوا معايا، يا ريت اللي عنده آلة حاسبه يحضرها دلوقتي، اللي معاه قلم ورق يحضره، ونشوف تحدي كده مع ادم ومع العبقريات ومع القدرات. وادم اي مساله نساله فيها ذهنيه هيجاوب عليها اجابه صحيحه. بص الكاميرا كده يا ادم واستعد معايا. 3 ناقص 3 زائد 3 يساوي 4 ناقص 3 زائد 3 يساوي 4. طيب 2 ناقص 2 زائد 3 يساوي 3. ثاني 1 زائد 2 زائد 1 يساوي 4. 1 ناقص 1 زائد 1 يساوي 4. نسرع بقى. 4 ناقص 4 زائد 4 يساوي 4 ناقص 4 زائد 4 ناقص 4 يساوي 1 زائد 1 زائد 2 ناقص 3 يساوي 3 ناقص 2 زائد 3 ناقص 2 يساوي. اخر مساله بقى عشان كده كتير عليك، وطبعا انتوا حضراتكم بتتابعوا عارفين هو بيجاوب صح ولا لا. 2 زائد 1 زائد 1 ناقص 1 يساوي. برافو عليك يا سيد. زي ما حضراتكم شايفين دي نماذج حيه حاولنا ان احنا نلقي الضوء عليها في برنامج انت تقدر تنجح مع القدرات، ودي طبعا افضل يعني شيء، وده فضل الله تعالى عليهم ان هم نماذج ايجابيه، ونتمنى ان احنا نشوف كل النماذج دي في مصرنا الحبيبه. وطبعا شكري وتقديري لكل الفريق العمل، المشرفات والمعلمات والاداره الحضانه اللي هم بيجتهدوا ووصلوا الاطفال لهذا النموذج الناجح. فاصل ومستمرون معنا، اوعوا تروحوا في اي حته. عدنا إليكم في آخر فقرة من حلقتنا اليوم. كل سنة وحضراتكم طيبين. بنماذج وإبداعات زي ما أنتم حضراتكم شايفين، اليوم عرضنا عليكم بعض النماذج الجميلة من أطفالنا، ودي فرحة العيد علينا اليوم. إحنا فرحانين اليوم إن إحنا في وسطهم، وفرحانين إن هم بيأدوا وعندهم الشخصية إن هم يعبروا عن نفسهم. اللي بيتسأل بيجاوب، واللي بيتسأل مسائل بيجاوب عليها، واللي بيعبر عن نفسه عن حبه لمكانه وحبه لبلده وحبه لمعلماته وحبه وانتمائه لكل شيء جميل عايش في وسطه، وده شيء جميل، ده صورة جميلة إيجابية. نتمنى إن احنا تعمم وتبقى حاجة جميلة جدا، وبرنامج بيتشرف بكل نجاحات زي ما قلنا قبل كده، والتليفونات الآن متواجدة على الشاشة. نرحب بكم في كل أنحاء مصر الحبيبة. هنستكمل فقرتنا اليوم مع بعض النماذج الجميلة، وآخر فقرة معانا اليوم نتعرف عليك. اسمك إيه؟
شعب الدرم العيد في دراسة المركز الرحماني. بتحبي مين الوان؟ بابا ماما. وبتحبي مين في حضانتك؟ أستاذ محمد. طب لو حبينا سألناك اليوم الوان، احنا سألنا زمايلك جبنا لهم نصوص قراءة قرأوها من الكتاب، لو احنا بقى ملناك روان على سبورة، صرفنا دلوقتي بسرعة والإعداد جاب لنا سبورة وملناك جمل، تعرفي تكتبي روان بخط حل؟ يعني مش هتكسبينا روان؟ تمام، طبعا روان قد التحدي وهتكتب دلوقتي على السبورة أي جمل نملها لها، وده شيء، ويا ريت حضراتكم تتابعوا معانا وتشوفوا بنفسكم. شوف لنا سبورة كده أستاذ علاء، اتفضلوا. طيب يا روان اتفضلي، امسكي القلم خليك قدام الكاميرا كده عشان الناس تشوفك، اتفضلي تعالي هنا اكتبي لنا أذاكر من هنا من الأوسط بخط كبير. أذاكر أذاكر دروسي تزروان. برافو عليك. طيب بس في حاجة بسيطة يا الوان، الألف احنا قلنا أو، يبقى الألف عليها إيه؟ ضم. طيب أنت حطيت فتحة، برافو عليك يا الوان. طيب نكتب تحت كده مصر خط كبير، مصر بلدي، برافو عليك يا دوان. قال فيها مد بالايه؟ فيها مد بالايه؟ بالايه يا روان؟ بالالف، جدع، برافو عليك. قال يوسف، كده كفايه عليك يا روان، احسنتي، شكرا ليك يا روان. وزي ما حضراتكم شايفين روان ما شاء الله عليها، ادي كتابتها وهي طبعا عندها 5 سنوات، وزي ما حضراتكم يعني ده شيء جميل جدا، ودي بعض النماذج الجميله والقدرات الفائقه في انت تقدر تنجح. اتفضلي روان استريحي كده، تعدي بص الكاميرا، تمام احسنت روان. طيب معانا هنكمل فقرتنا مع يوسف محمد وهنساله بعض الاسئله، يا ريت الساده المشاهدين تابع معانا السؤال والجواب، هيظهر على الشاشه السؤال والجواب، ويوسف بطل طبعا، وطبعا انت بطل يا يوسف طبعا، وتقدر تجاوب على اي سؤال يتسال لك، تمام؟ طيب هنسال السؤال، ودي اسئله كتيره ومعلومات عامه هم بيتعلموها، لكن هنسال بعض الاسئله اللي هي معانا دلوقتي، ونشوف يوسف هيقدر يجاوب على الاسئله دي ولا لا. اين توجد حاسه الشم لدى الضفدعه؟ في اللسان. طيب اين توجد حاسه الشم لدى الثعبان؟ في اللسان. ما هي عدد فقرات عنق الزرافه؟ 7 فقرات. 7 ايه؟ فقرات. طيب يا يوسف كم عين للنحله يا يوسف؟ 5 عيون. طيب ايه هو الحيوان يا يوسف اللي يموت لو فتح عينه لاكثر من دقيقه؟ الضفدع. تمام. لماذا ينام السمك يا يوسف وعينيه مفتوحه في الميه؟ ما عندوش ايه؟ جفون. يوسف بيقول لانه ليس عنده جفون. لماذا ينام السمك وعينه مفتوحه؟ لانه ليس عنده جفون. طيب كم رجل للنمله وللنحله؟ 6 و6. كم عظمه في جسم الانسان؟ جسمك انت فيه كم عظمه؟ 206 عظمة. طيب ما هو المعدن الوحيد؟ طبعا احنا عندنا المعادن في صورة صلبة زي الحديد والألمونيا وأي معدن في صورة صلبة، ما عدا معدن واحد هو الموجود في حالة سائلة، يوسف هيقول لنا عليه ايه هو؟ معدن ايه اللي موجود في حالة سائلة؟ الزئبق. الزئبق. طيب من هو أرحم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته؟ أبو بكر الصديق. علي صوتك يا يوسف، مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب من الملقب بأبي تراب؟ علي بن طالب. علي بن أبي طالب. ما هي الحشرة التي تكلمت في القرآن الكريم يا يوسف؟ النملة. النملة، أحسنت. ما هو الطائر الذي تكلم في القرآن الكريم؟
الهدهد. تمام. طيب ليه الناس بترتدي كمامة يوسف دلوقتي واحنا طبعا في ظل هذه الظروف، ربنا يرفع عنا الوباء جميعا وعن بلادنا، ايه ليه الناس بترتدي كمامة يوسف؟ لوقاية من فيروس ايه؟ كورونا. طيب ما هو الحيوان الذي يتحمل العطش اكثر من الجمل؟ طبعا احنا عارفين كلنا ان الجمل يتحمل العطش. ايه هو الحيوان اللي يتحمل العطش اكثر من الجمل؟ ودي معلومه غايبه عن الناس كلها، يوسف هيقول لنا عليها، اللي هي ايه؟ الزرافه. الزرافه، احسنت يا يوسف. اين صنعت اول كسوه للكعبه؟ في مصر. في مصر. سوره يطلق عليها عروس القران الكريم؟ الرحمن. سوره الرحمن، احسنت. من هو اول نبي صام؟ ادم عليه السلام. ما هما المهنتين التي عمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه المهنتين اللي عمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراعي والتجارة. سورة بالقرآن يا يوسف بها سجدتين، سورة ايه؟ سورة الحج. احسنت يوسف، كما ترون يعني اطفال يتعلم منهم الكبار، وكل سنة وحضراتكم طيبين ومتابعين لنا. ربنا عشقنا الحياة وانت فانيها، وعشقنا الجنان يا رب العالمين وانت بانيها، فارزقنا يا الله عملا صالحا متقبلا كي نكون من ساكنيها. نشاور الجمهور كده، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.